الحقيقة مهم جداً إن إحنا نستثمر دايماً وقت ولادنا في الصح، ونخلي الرياضة جزء لا يتجزأ من يومهم كل يوم على قد ما ربنا يقدرنا. تعالوا نشوف بقى الأطفال والشباب اللي دايماً بيكونوا مليين النادي الأهلي بيقضوا يومهم إزاي في النادي، بيلعبوا إيه، بيضربوا كم ساعة في اليوم. هتابع معكم التقرير ده، بعدين نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام. تفضل. باجي تقريباً على الساعة 1 كده، بخش الجيم هنا في السكواش، بقضي تقريباً ساعتين وكده، بعديها بخش ساعة البسين هنا عشان اتمرن وكده بس. بقضي بقى اليوم عند الاف ان اللي ناحيه الباسكت، بقضي اليوم فيه واشرب حاجه كده وخلاص، ده اليوم يعني. احب اجي النادي الاسبوع عشان اتمرن سباحه والعب باسكت بول. بتمرن سكواش وباجي 3 مرات في الاسبوع بس. انا باجي الساعه 5، بخش تمرين الكاراتيه الساعه 6 وبخلص، بقعد مع اصحابي شويه، بعديها بيبقى الساعه 8 كده بيبقى عندي تمرين سباحه فوق. بعدها بخلص بقعد اتغدى شويه في النادي، بروح اقعد مع بابا شويه، وبعديها بنتحرك بنروح. باجي 5 الفجر اليوم اللي بعديه عشان عندي تمرين برد تاني سباحه. باجي النادي بيبقى عندي باجي 6 مرات في الاسبوع، بتمرن سباحه، ويعني بروح مع اصحابي بقعد في النادي كده يعني. انا بدخل شغلي بيبتدي من الساعه 6، ولو عندي برايفت او كده باجي قبل الميعاد، باجي على ميعاد البرايفت، بخلص شغلي بطلع على الساعه 9 كده، بقعد بقى مع زمايلي جوه بنقعد شويه، باجي بضرب تنس. باجي النادي في اليوم في الاسبوع مثلا 4 ايام، ويوم الخميس والجمعه بنخرج في كذا حته تاني. ولما باجي النادي بلعب مع اصحابي، بلعب كوره، بلعب في الملعب ساعات، وبنقعد كتير جدا في النادي، بنقعد نقضي وقت كتير. انا باجي يوم الجمعه بقعد مع اصحابي وبلعب معاهم في النادي وكده، بنقعد لحد الساعه 10 بالليل، بعدها بنروح. ويوم بقيه الاسبوع كله بيبقى عندي تمارين الساعه، بيبقى بروح الساعه 10 بالليل، برده بيبقى ساعات برده بقعد مع اصحابي بعد التمارين وبقعد العب معاهم وكده. عموما انا باجي النادي هنا كل يوم، انا بتمرن فولي هنا يعني بقالي كتير، بقالي 9 سنين تقريبا. انا بتمرن تمرين هنا ساعتين، وبعديها مثلا بتغدى في اي حاجه في فود كورت هنا، واختي برضو هنا بتتمرن فباجي معاها قبليها يعني، بوصلها ولا حاجه وبقعد معاها، هي بتخلص تمرين بقى انا بتمرن، وبعد كده نقضي اليوم بنتغدى مع بعض، واهالينا ساعات بيجوا معانا كده في بس في الويك اند يعني، بيقعدوا معانا الجمعه مثلا اليوم كله. بقعد انا مع اهلي شويه، بعد كده برضو اروح اتمرن. تقريبا معظم ايامي هنا التمرين اكتر يعني. انا بلعب طايره هنا في تحت فرقه 17 سنه و19. باجي هنا بقالي بلعب من حوالي 10 سنين، فبالنسبه لي النادي ده حياه يعني، متربي هنا. بخش جيم وبحضر تمارين، بس انا تقريبا تمارين كل يوم يعني، وبخش برضو الجيم تقريبا 5 ايام في الاسبوع، فكل يوم هنا.